مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في الحلقة الخامسة من السيزن الرابع، اسمها ميتال هيد او ذو الرأس الحديدية. هي عبارة عن قصة، كل هالحلقة هي الاولى اللي انا بشوفها للبلاك ميرور بالابيض والاسود. الحلقة عبارة عن سيدة بتهرب بتعمل مشاكل. مهم، القصة كلها عن الكلاب الالكترونية، عبارة عن اجهزة زي ما انتم شايفين هلا، أجهزة إلكترونية على شكل كلب، لكن عندها قدرة حديدية، هي عندها قدرة تعقب للأشخاص، عندها قدرة مسح هيها زي ما انتم شايفين، عندها قدرة مسح كاملة للجغرافيا اللي قدامها، عندها قدرة تعقب، تستنى استشعار، أسلحة، طرق مثلا تدمير ذاتية زي ما انتم شايفين، مجسات، كل الحكي هذا بتكلم عن هذول الميتال هيد. طبعا هي بتتخلص منهم اخر اشي وبترجع على بيتها، بس شوف كيف انه بيحاول انه حتى يتسلق. يعني القصة غريبة، كل الموضوع على هذا الجهاز اللي هو عبارة عن كلب الكتروني او حيوان تعقب الكتروني، عنده قدرات خارقة اكثر من حاسية الشم بس اللي موجودة عند الكلاب، لتعقب المجرمين أو تعقب ناس معينين. عنده قدرة أنه يخترق الحائط، عنده قدرة أنه يدمر مثلا أشياء، عنده قدرة أنه يطلق غاز، عنده قدرة يطلق أسلحة، عنده قدرة GPS، مسح شامل، استشعارات حرارية. ف يعني هذه اتوقع انها ممكن نصل لها قريبا عن طريق الاجهزه اللي موجوده. طبعا الموضوع فيه كثير ديبيت، انه حتى يعني كانوا ناس كثير بتحكي عن قديش احنا ممكن نغير البشر الى روبوتات. الان صارت حتى الحيوانات راح تتغير لروبوتات، هل هذا تتوقعوا ممكن يصير ولا لا؟ طبعا الغريب في الحلقه انها كلها ابيض واسود، مع انها مش عم تحكي عن وقت ماضي، عم تحكي عن وقت قادم. هون بتحاول هي تهرب من هاي الروبوتات. زي ما انتم شايفين الروبوتات هلا بتكون عندها استشعارات وبتلحقها بسرعه فائقه، سرعه السياره. ف يعني هل تتوقعوا انه نصل لمرحله انه هاي الروبوتات تتحكم في حياتنا؟ هل تتوقعوا انه نقدر نغير الطريقه الحقيقيه في مطارده اي لص او مجرم، او حتى مطاردة اي شخص عن طريق اجهزة وحيوانات الكترونية زي هاي؟ زي ما انت شايف هون معاه سكينة، كان بحاول انه يدخل في الحيطة. الان اكتشف، طبعا هذا وقع عليه دهان، اكتشف انه السيدة هاي خرجت، فالان عم بحاول انه يجدها خارج المنزل. يعني زي ما انتم شايفين بحاول انه يستشعر. طبعا هون في النهاية بصير مشكلة في الروبوت هذا، وبحاول انه يخرب قد ما يستطيع. هون المرأة بتدمره، لانه هذه هي الطريقة الوحيدة لانهاء هذا الروبوت. فهل تتوقعوا انه نصل لشيء زي هيك؟ طبعا سؤال مهم جدا، سؤال حتى بالرصاصة ما قدرت تنهي. فزي ما انت شايف معاه سكينة هلا بحاول انه، فروبوت مش طبيعي، يعني ممكن يعمل عمليات اغتيال، ممكن يعمل عمليات قتل. فايش رأيكم في شيء زي هيك؟ هل انتم مع ضد؟ اكتبوا في التعليقات. اذا ما حضرتوا الحلقات الماضية والحلقات القادمة احضروها، اعملوا سبسكرايب للقناة وشير للفيديو، ونراكم في حلقات قادمة ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل